قداش يخذ بالرمان؟ رمان بالفيل في وقته على التوا في وقت ربح ولا مازال؟ مازال مش رابح بالقدا. لا مازال مازال ما عطاش اللون بالقدا، اما هذايا حبته بيضه وشينا حلوه لو حلو زاد. منين هو الرمان هذا؟ هذا تستوري. تستوري ويختلف هي النكهه من بلاصه لبلاصه تختلف. هو الخلادي يعز رمان خلادي، ومن بعده شو اسمه، هو اول حاجه هو يقولوا جيبسي جيبسي، اما خلادي بنين، ومن بعد يجي نتاع جندوب تاع غرديما اخر، ومن بعد يجي غرديما مصلي على النبي ليك رمان رمان. توا اللي رابح نتاع تستور تستور تعمل به غالي موجوده بدينار رمان و 15%، فما ب 2000 وفما ب 3000. اما يختلف رمان قدا يخدم توب حتى الأربعة لي بالجروب 3000، البرا تقع بأربعة لي البيع. يا لحنا الأسوان باراكور أسواق أخرى بفلة مزيت بفلة إيه ماش بفلة مشيت بفلة على روح وقت لك تاع الزويو لكن تاو تاع الكابر مش تاع الزويو. شنو يجي راك كيلو عنب بأربعة لي وب 6000 وكيلو رمان ب 3000 وب 2000، وين الزويل؟ كنت نبيع فيه كيلو نصف دينار أنا. احكي لي على البلايك نتاعك. انا كنت نحكي لي قل لي بلايك شنو؟ كيلو ونص بدينار. ايه هذا ليتر 660 طلعت انا كلمة 660. والله البلاك ب 660. كيلو ونص بدينار. 3 بلفي. نبيع في الترسون هكا. حتى واحد ما جاب. كلهم يجي يبيعوا شي واحد. نبيع فيه انا الوحيد. كيلو ونص بدينار. جيت تو تحكي لي فهمني وين بالتمصير نقول لك 4000. هكا الدنيا غالي علينا تشوي هكا، باش تشرب الزعمه شويه وقتاش. احكي لي على شنو، على الغله على الخضره؟ على الخضره على الغله. الكثره الغله، الكثره الغله ما ناكلوهاش، ترى غاليه ياسر. الخضره هاو نشريو، ومن الغله غاليه برشا. شنو انواع الغله اللي تاخذوها انت؟ مثلا شويه عنب، شويه خوخ، شويه بنان، شويه هكا، شويه هكا، شويه شويه. هذوما مقدور عليهم؟ ما نقدروش. جوست انت تحب تاخذ برا العنب وراك ب 3500. 3500 شو رايك في السوم؟ تسمى تسمى طايحه، تسمى سوم طايح به. خذيت عنب سناك؟ خذيت خذيت برشا مره. بالاسواق كيفاش؟ مره 5500، مره 6000، هكا هو هذاك الاسواق. ما خطر يلزمني نشريو طريف غله، لازمني نشريو الغله حتى وكان غالي. حتى كان غالي يلزمني نشريو طريف غله، خاطر حاجه لازمه هي. امكانياتك تسمح؟ والله تسمح وما تسمحش. لا لز على روحي ونشري. انت تحب تاخذ شويه غله ولا الاولاد والعائله والكل؟ لا انا نحب ناخذ، انا نحب ناخذ. بالعكس انا صغاري ما يحبوش الغله. وانت تحب؟ وانا نحب الغله، نحب الغله يكون بلاطو متنوع. يظهر لي بلاطو متنوع يتكلف. ملا ليه؟ ملا ليه؟ عملتي تحول معناها؟ بطبيعة الحال ما تبني أنا باش ناكل، ما تبني أنا باش ناكل، لازم نهون عليه. احنا في باب الفلة، جينا نلوج على شوية أمل، قلنا نلقاو شي شوية غلة هكا رخيصة في المواطن. رخيصة الغلة أختي، أما الدنيا تعبة، الناس كل تعبة يعني. خليني في الغلة، خلينا من الدنيا، قل لي أنت على الغلة، قد إيه عندك؟ هي الدنيا تعبة على عبيد الكل، كي تبدا الدنيا بالعة تبدا بالعة على الناس الكل. تو الغلة العنب يخدم ب 6000 وب 7000، هاي بلاكتنا نحن، وهو عنب دلول 3500. الرمان مازال فيل يخدم غالي وكل، هاو بدينا هاو خلادي بدينا، وما فماش بيوع وينو بربي. العنب هذي منين؟ هذي مرشي القروب، مرشي القروب، والناس كل يقول لك من غادي ولا من غادي. يا بابا هم واقفين بالشفاء. المواطن التونسي يقول لك سنة الصيف جاي ومشى بالغله اللي فيه وما شبعناش بها، منهم اللي عنب هذي. مش شبعون صحيح، مو غاليه غله اختي سنة، غاليه بالقدا الغله.
هي نحن الاسوام هذوما هنا خضاره ما تساعدنيش. عمري كامل هنا في باب فله عن بذايا وقت بن علي وقت قبل 980 850 كل الدنيا كل تخلبت اللطف ماناش فاهمين شنية تو هذا عنب والله أقسم بالله يا خير منه كنا نبيعه فيه 980 و850 و750 3500 معناها في وقت مش في وقته ديجا تعدى وقت العنب وكل شيء صحيح تو يتسمى ما ودع وحلي كهو تو بشي يزيد يغلى اسمه ودع وحلي أما تو بشي يزيد يغلى راهو العنب ما بشي يقعد شوية بشي يزيد يغلى وقت توا شوية مسفوف شوية رمانة وجاي كاو جاي المدالينا والطمسان وكل ان شاء الله ربي يحرك اسبابه وكاو اما المواطن راهو تاعه والله وراس اختي الكل مربوطه ببعضها الكل ناكلوا من بعضنا تو كي يخدم الززار مو يخدم الخضار وكي يخدم الخضار يخدم الحجام ويخدم القهوي كلنا مربوطين في بعضنا البيوع الخدمه كما قبل كما توا لا لا يستحيل انا ريت البقعه ذي ونبي محمد عنب تجي 100 150 توا كان جيب 20 ولا 10 راك مش تبيت منها هذه البقعة الكل تبدا كل عنب عليه خاطر سومو ناس 980 850 الوكيل يشبع والخضار زاد يخدم على روحه احنا بيدنا ما يساعدناش الغلي احنا بيدنا ما نجموش نخدموا في الغلي اللي بشي يجيب يقول لك اعطيني كيلو ولا زوز كيلو يقول لك اعطيني رطاي يعني فما اقبال اليوم ولا والله بيال على الدنيا وراس اختي من اللي رجعوا المكتب يعلم به كان ربي المواطن هو عيد ورا عيد ومكثر عيادنا هو المكتب هو تيجينا هو جاي يصوم في ستيلو قالوا ب3000 كيف باش يتلفت العنب وعنده زوز صغار ولا ثلاثة صغار الرومين من غادي قدي دينار بني خليت دينار انا احسن وكاليتي هما عندك الكابسي وبني خليت هذوما باهين في الرومين برشا تو الرومين فين هاو دينار ولا لا باهي سمح روح علي ناس تسمى كيف فيل وكل يتسمى رحمة يتسمى رحمة من عندري هكا يبدا فيل وهكا يبدا بها ساعة ساعة تقف على رمان كبير وشباب وكل من الاخر داخل تلقاه شكا ولا البناك تلقاه ابيض هذا من خليه طايب ودلو بالطبيعة مش كيما الكعبة البيضة كيما تبدا كعبة الحمرة دلو لا طايب اربع كعبات برا اربع كعبات هاي خدي يطلعوا ذوق هكا برك نحط لك السوم ونقول لك كيلو دينا هذو ما دينا اربع كعبات دينا ويتسميو كبار كان جاو ضراف يمكن ستة كعبات خمسة كعبات ليش طارت الاسوام هكا ما تفهم شيء هذه السياسة ولا ما فهمت والله السياسة اللي انا فاهم بالرمين وبالطمسون ما هي السياسة ما من لا كابر ناس واحد واحد يبيع الواحد الوكيل توصل 5 ما الوكيل توصل له عش عينيك الخامس تاجر من تحت تاجر كان جاي من الفلاح المنشد المستهلك راه كيلو ونص بدينا الززاره والدجاجه والواحد شوف الاسوام اللي ولات طالعه تلا تشترى مساكن سكر منيش هذا فهمني منين هذا الكل ما فما ناس اخرى يمشي ياخو بقره فهمني ولا ياخو عجل ب 10 ملايين والله عجل ب 10 ملايين ها وززار قد ايه العجل؟ ب 10 وشري ترب 10 ترب ها ها بقرة قداش رجع لي العنب بالرمي العنب بالقرو قعدت بها ب 7000 بالقرو اقسم بالله ب 7000 بير القصر ب 7000 وكان عندك فكره فهمني تسال عليهم قول لهم قداش قعدت بها العنب دي شيء ب 3000 ب 4000 قول لك شري ترب شري ترب هذه ان شاء الله الرئيس هذا خويا يقوم على السقف واحد يمشي يقدر الثاني ولي غريبي حلال الواحد اخر ولي غريبي توصل للمرشي الخامس هي الهبط كي تهبط لو انت السلع يقولوا بحالي بالسوم هذاك ولا خليها تطيش تطيش اي يقولوا خليها اللي بحالي بالسوم هذاك ولا خليها تطيش الدرجه الانسانيه اي نعم اي نعم الهبط باش يقول لك نبيع حالو خويا ولا نخسر فلاح انا ما عادش يهبط باش ياكل مع الخبز ما نجمش باش يعاوني انا زاد يبيع له كيما حبه ويجي انا باش يعاوني الهبط الفلاح يهرب لي هاي آه اوكي ريدك يعني تطيش وما تبيعيش ما يبيعهاش بقل سوم يقولوا لي ما تبيعهاش والله امريكا كيف تعمل والله ربي العظيم يا برشا عباطي يقول لك اخويا سمح انا يعني ما نجمش نخسر فلاح في جرتك انت
وانا برشا هبط الحق يرحم والديك والديك يعاونون سواء عندي فلوس ولا ما عنديش فلوس. راه قال لي برا اس اما يا خويا راه هاكا مش نعاونك فيه. هذه علاقتك انت بالتجار غادي بالتجار. اما تو المواطن وقت اللي تقول له هاو ب 6000 وب 5000 شهر عندهم ايام سيك زاوية ولا يخزروا يتعاد. كنا كان واحد ياخر طلة ده مستحيل. كان يعبي قفة ب 10000 مال تو ريتك 50 دينار ما يقضيش قضية نتاع نهارين سيدي مش نتاع الجمعة. في الوقت هذا تكثر العنب ويكثر الرمان ومسفوف وناس الكل تحب تكثر شيء وعلى بعض الغلية زيد الغلية غالية غالي وخصوصي السنة نحكي لك السنة أقسم بالله عمري ما ريت حياتي كان عندي واش 40 سنة في السنة والله لا ريت السنة. حسب رأيك أنت لأيما تجاية باش ينقص ولا باش يطلع؟ مستحيل باش ينقص هذه ريت حاجة طلعت طلعت باش تنقص لي ريت إذا طلعت في سوم ريت تقعد غادي عمل تزيد ما عادش تنقص. لو خبزة مازال باش تنقص هيا الناس ماتت وما نقصتش خبوك توا كعبة غلة رمان باش يقعد هكاكا العنب هكاكا ومازالت القوارص توا ترى زيت زيتونة توا ترى السنة اش باش يصير فيه مع منير ب 25 السنة صدقني كان تاخذ أقل من 30 إجا قول لي راك ماكش إنسان حشيك يا خوفي يا خوفي نرجع نصور المرة الجاية نلقاك تبيع بشتر بالرمان كي البطك الدلاع ولا إي بالضبط توا يسكاب يوزن انت ما خلطتش يدوري على لا. والله من الصبيحة كترى فيها سلع اللي يجي يحط لي كعب ولا كعبتي تصورها انت والله بالكعبة وبالكعبتي كان الرمان كل بطاطا الرمان يعبي ساك فادني 5 كيلو 10 كيلو رمان تو قلت لك كعبة وكعبتي